في المستشفى في قسم العيون مليانة، في بعض الشباب بيجي للعيادة عنده صرع وتشنجات من الحد الأقصى للمكالمة. ده في شباب بيقعد يرغي مع البنات بالساعتين والثلاثة، يعني الأول ألعاب وبعد كده جنس، اللي مش عارف إيه على البوتاجاز هيتحرق، اعمل أي حاجة، اعمل أي حاجة عشان تهرب. أضرار المحمول: أول حاجة ضياع الوقت، والمفروض إن أنت ما تقعدش على المحمول أكتر من ساعتين. ضعف البصر، بعد شوية مش هتشوف خالص. توتر والأرق. جفاف العين. جفاف العين ده كل شوية عندنا في المستشفى في قسم العيون مليانة، وخاصة العيال الصغيرة، العيال الصغيرة اللي عليها ناشفة والعينيها حمراء واللي ما بيشوفش. والله العظيم المحمول. وعندنا كمان تغير نبضات القلب، وعندنا صرع. في بعض الشباب بيجي للعيادة عنده صرع وتشنجات من المحمول. وايه كمان؟ ضعف سمع، الناس اللي حاطه سماعه في ودنها ممكن يجيب لها صديد والتهابات وغيره. في ناس عندها الام الرقبه والفقرات، كل دي اضرار المحمول، ابعد عنه او قلل التواجد معاه نص ساعه ساعه. اهو دي نصائح وقائيه، الحد الاقصى للمكالمه 15 دقيقه فقط. يعني ايه؟ يعني في واحد عاوز يرغي في التليفون، اي بطني وجعتني، اي معلش داخل الحمام، اقفل انا متعذر، اقفل بقول لك، اي مع الخط قطع، النت قطع، اي حاجه بقى، المهم ما تطولش. لو طولت في المحمول تستاهل اللي يجرى لك. انت بقى رغايه بالكهرباء وبتحب ترغي؟ ده في شباب بيقعد يرغي مع البنات بالساعتين والثلاث، اقسم بالله من الساعه 1 ل 3 الفجر 4 بيتكلم في التليفون. المهم بعد الجواز ما بيتكلموش مع بعض لان هم خلصوا الكلام كله. الادمان يبدا بالالعاب الالكترونيه، تلاقيه عمال يلعب الالعاب العاب العاب، وبعدين يقلب على ايه؟ على افلام اباحيه. يعني الاول العاب وبعد كده جنس. طيب كيف تتصرف في الحموله الزائده على المخ؟ طب دلوقتي انا عندي موجات موجات عن طريق عيني وعن طريق ودني وجسمي بقى كله تشارج، ازاي اتخلص منها؟ بص معايا. واحد، كثره السجود، ما بين كل ساعتين ثلاثه لازم تسجد وطول السجود. الناس اللي بتصلي على كراسي مش هتصرف في الشحنات ابدا، وهتفضل دماغها مشعلله كده لغايه لما يجي لها صرع ان شاء الله. فلازم تسجد، لا تتحدث في المحمول اكثر من نصف ساعه. بعد كده صوت، قول انا رايح الحمام، معلش حد بيخبط، اللي مش عارف ايه على البوتاجاز هيتحرق، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه عشان تهرب. اقفل بجلدك، اقفل بجلدك. في ناس رغايه، لا تعطي اذنيك للمعلومات التافهه، مش كل ما تقف معلومه تقف جنبها، يعني عدي عدي، خليك راجل، خليك محترم، اكتب في مذكراتك وفرغ افكارك اذا كان عندك افكار، يعني اذا كنت استفدت معلومه ولا حاجه عايز تفرغ. احذر الانتصارات التافهه، الانتصارات التافهه دي اللي هي واحد بيلعب انا كسبت، انا جون، انا مش عارف ايه، زي اللي قاعدين يلعبوا مش طاوله وزي. ساعتين ثلاثه انا كسبت. انا ايه كسبت؟ خمس ست ساعات بتضيع وقت في ايه؟ حرام عليك، دي انتصارات تافهه. كثره المهارات والحرف واللغات هتضيع منك الوقت والعمر. يعني ايه؟ يعني مفروض ان انت تركز في حرفه في حرفتين، مش انا معايا خمس ست ساعات، اتقن واحده، معايا خمس ست لغات اتقن واحده. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. طيب لا تضيع وقتك في الرد على التافيه. طبعا اي واحد نجح في الدنيا هتلاقي ناس بتشتمه وناس بتشكك فيه، بعض الناس يقول لك الدكتور جوده ده مش دكتور اصلا. يا خسيس نسيت اصلك يا واطي. معلش.